البورسلين الحراري الالماني ب 85 جنيه. ايوه الطقم هتوزنيه على الميزان، الكيلو ب 85 جنيه، بورسلين حراري الماني، بواقي طلبيات فنادق ومطاعم كبيره، صح كده؟ لو انت عروسه وطبعا الارقام ب 200,000 جنيه، الاطقم ب 200,000 جنيه، لا ده انت هتاخدي سته كبار زي ما انت شايفه كده، سته غرف، هاتي كده قدامي يا مروه، سته غرف وسته جاتوه تمام، وسته بولات. هي عروسه عشان تجيبيه من بره انت الرقم ده يعني الطقم ده ب 15,000 و 12,000 ارقام فلكيه، فاحنا هنجيب الكيلو ب 85 جنيه، الطقم ده هتجمعيه كده وتحطيه على الميزان وتشوفي عامل كام، ده غير ان انت ممكن تجمعي مع بوله الكيلو برده ب 85 جنيه، ده غير ان انت كمان ممكن تاخدي سكريات، انا حطي بقى الشاي، حطي السكر، حطي البن، هنا بواقي الفنادق والمطاعم الكبيره، ده غير كمان ان انت هتاخدي فناجين بالكيلو، الفناجيل هنا بالكيلو، كل حاجه هنا عند مروه بالكيلو، شايفين؟ طب انا ست عندي عيال وحاجتي اتكسرت، تعالوا نلم اللي انت عايزاه بالكيلو، ده انا هبهرك دلوقتي، تعالوا بقى نوزن الحاجات دي هنا ونشوف. كيلو الحلل ب 350 جنيه، حلل جرانيت، حلل سيراميك، طاسات، لبنات، كازرولات، كمان الوك الغويطه او الطاسه الغويطه اللي هي عامله زي الحله هناك بالكيلو، يعني هتروحي تاخدي طاساتك وحللك، جرانيت وسيراميك والصواني وكل حاجه تخص الحلل والطاسات والصواني زي ما انتم شايفين، يعني كميات مهوله، الكيلو ب 350 جنيه، في احسن من كده؟ في اسعار احسن من كده؟ انا مش عارفه من غيري كنت هتعملوا ايه، قولوا لي بجد من غير ساره احمد هتعملوا ايه يا اولاد؟ حد بيجيب لكم عروض زي كده؟ والله ما حد بيجيب لكم زيي، شايفين؟ الكيلو ب 350 والله. الست بولات وست اطباق مفروض وست كبار، الطقم كامل يعمل كام كيلو يا مروه؟ 9 كيلو 280 جرام. يعني كام فلوس؟ يعني 790 جنيه. الطقم ده ب 790 جنيه؟ يس. طب حطي كده البوله. لسه عايزين نكملهم 1000 جنيه. 865. كده الطقم بالبوله 865. نحط الفناجين، حطي الفناجين. انت ب 1000 جنيه هتاخدي فناجين وبوله واطباق، ده غير ان انا هوريكي دلوقتي المشكل الملون التحفه، يلا بينا. بصوا كده احنا كده 952 لسه ما كملناش 1000 جنيه. لا لسه. انت هنا هتيجي تشتري كل حاجه بالميزان. الصواني المفروده دي بتعملي فيها الاكل وتدخليها تستوي في الفرن، ما شاء الله هتدخلي الفرن الاكل يستوي هتطلعها على السفره على طول. السرافيز، الاطباق، الصواني، كل حاجه بالكيلو، الاطباق دي بالكيلو، الكوبايات دي بالكيلو. عايزه اقول لكم على حاجه يا بنات، كيلو الالوان المجات والفناجين والاطباق الملونه الكيلو ب 85، والاطباق البيضة والكوبايات البيضة واي حاجه بيضة الكيلو ب 120، في هناك الملون الكيلو ب 85 وكمان الابيض ب 120، هناك الالوان بتختلف عن سعر الابيض تمام، وكمان في سعر الجمله لو انت هتاخدي كرتونه سعر الجمله هناك من اول كرتونه، شايفين؟ حاجات بقى الكابتشينو ومجات النسكافيه والقهوه كل حاجه هناك بالكيلو، شايفين؟ بالكيلو يا بلاش زي ما انتم شايفين. الاطباق، السرافيس، عايزه بقى الوان، عايزه ابيض، روحي هناك بصوا شايفين كل اللي مرصوص ده، ده كله بالكيلو، شايفين الاطباق ابيض في بينك دي بالكيلو. لو انت حاجتك اتكسرت روحي لمي شويه حاجات وجددي مطبخك، كل حاجه بالكيلو، خلي عيالك بقى يكسروا براحتهم، كل اللي مرصوص في الارض ده بالكيلو، الكيلو الملون ب 85 والابيض ب 120، شايفين الجمال؟ بصوا بقى ده ب 1850 طقم للعروسه، طقم 10 ده يا مروه 24 قطعه، ده 24 قطعه، الاسعار دي مش هتلاقوها في حد عند حد تاني، الاطقم دي مستورده الماني بورسلين، دي حطي فيها اي اكل وهيستوي في الفرن اللي انا بقوله لك. بصي بقى جمال المشبح ده سعره كام يا مروه؟ الماربل ده 2150. الماربل ده 2150. 150 بتاع كريسماس بقى. بصوا ده 30 قطعه ب 2800. ماشي صح كده؟ بصي ده يا ساره 24 قطعه بكام؟ اللهم صل على النبي. بصي بقى 1950 ده 1950 اه المفروض ب 3200 مروه بتضحك المفروض. بصي الطعم ده كبير يا ساره، استني بقى بس اما نوريهم جمال الالوان بقى، ده 1000 كام؟ ده برده 2800. 2850 هي مروه بتنقص بمزاجها وبتحط بمزاجها. بصوا بقى الموف في البنك، يا خرابي على الجمال، ده بكام يا مروه؟
ده 56 قطعه تقريبا. ده بيدخل الفرن، كل اللي احنا بنصوره ده الاكل بيستوي في الفرن فيه. بصوا بقى الاصفر في التركواز اللي تحت. ما هذا؟ ما هذا؟ ده سعره كام يا مروه؟ ده 3750. ده معاه فناجين، معاه فناجيل قهوه وطباق صح كده. بصوا طعم كام قطعه اصلا يا ساره؟ هو اصلا بستة. ده كام بسته؟ ده لا بسته بره، انا عندي لا. انت عندك بكام؟ عندي 3750. 3750 كم قطعه يا مروه؟ اكتر من 57 قطعه، يعني داخل في 60 قطعه قرب، او يمكن يعدي كمان ال 60. ما شاء الله اللهم بارك. ده الطقم كله اهو، ده صح كده؟ اه، من اول الزمرد لحد من اول الازرق الغامق هناك ده او البترولي لحد هنا، ده اكتر من 60 قطعه على فكره ب 3750. 1950 من هنا لهنا، مش اقل من 3200. ده 24. 24 ب 1000 كام؟ 1950. الله يسامحك يا مروه، انا هشيل ايه ولا ايه؟ بصوا كده، لا بصوا بصوا الجمال، جمدانك معذبني. القوقعه، بصوا صدفه، بصوا كل دي اطقم مستورده يا بنات، بورسلين حرام. شايفين؟ بصوا الجمال. بصوا له كام بكام يا ساره؟ ده بكام؟ ده 32 قطعه. قولي بكام؟ بكام؟ يعني قولي اي كلام، اي كلام انا مقابلاه. 3 ونص. ما كملناش 3. اشلفي؟ والله العظيم. ده بكام ده؟ 2900. 2900؟ اه. ده كام قطعة ده؟ 32 قطعة. وبالمجات؟ بالمجات. بصوا. بالسيرفيس. بالبولز. بالبولة؟ مش هتلاقيه، مش ممكن تلاقيه بالسعر ده. تحفة. مش ممكن. ده ب 2800 ولا 2900؟ 2900. 2900. يعني مروة افرديت، تمام؟ الفوطة هنا بطانية، أنا مسميها أتقل فوطة، الفوط هنا بالكيلو. كل حاجة هنا بالكيلو، فوط مطبخ، فوط حمام، كل حاجة بالكيلو، ما توريهم حاجة بطانية، ما تديني الصفرة، أنا بحب الصفرة. أنا بحب اللون الأصفر. بصوا كده ساحليه. بص يا ساره، وهي متطبقه اهي الفوطه بتبان كثافتها من تطبيقها. كيلو من 290 ل 400 كيلو. قطن صافي، لون ثابت، ما تعملش ريحه الفوط، يعني افرديت. اه، وغير كده كمان في فوط مطبخ وحمام وكل حاجه. تعالى اوريكم بقى ايه فجاه المفاجاه. المصنع. بصوا كده مصنع العمريات. بص يا ساره الرسمه دي، افردي بقى كل ما اشوفها اخدها. فريدي توب. بصوا الغامق والفاتح، الاطفال وماتشنج كبير. بصوا بصوا الجمال، وهي قمر. بصوا بصوا الرئه العمريه دي، اه كلها عمريه. بصوا انت هتيجي هنا عند ما بتوبرش يا ساره، كل المقاسات، الفوط، كل حاجه تخص حلل، اجهزه، كل حاجه هتلاقيها عند مروه.